نيجي للحقيبة الصحية اللي هي بتكون مقسمة أكثر من تقسيمة زي ما قلنا، ويوجد فيها مادة اسمها الثيرمال اللي هي حافظة للبرودة وللحرارة. الأصناف اللي ممكن الأمة تسويها لأولادها، طبعا احنا دائما عندنا فكرة الساندوتش. الخبز يوم نسوي له مثلا بالخبز ده، ممكن يوم نسوي له بالخبز التوست. هنفتح البلاستيك، هنقول للولد لازم ياخذ خضار وفواكه. نجيب الطماطم الصغيرة، بعض من الجزر، شوية من الخيار. يا سلام. تمام. نقفلها، بتيجي على حجم هنا في الحديقة من في الحقيبة بنحطها. حنحط الحليب والعصير والماء. الحليب اللي فراولة بالسوق كله منكهات. تفتح الأم علبة الحليب تسويها مع فراولة طازجة في الخلاط وتحطها في نفس القارورة وتقفلها وتحط له هي تسوي لك من الساندويتش ده، ولا تبغى فطيرة؟ أقول لك أنا حعمل لك مفاجأة، يعني زيادة الخير. أقول يعني لك مفاجأة، ححط لك قطعة بيتزا وقطعة همبرجر. يا سلام، هذه الكوتشي كوتشي الهمبرجر. كده أنا نوعت لك من النشويات، يعني أنت كده جبنا المقاسات الصغيرة، غير لما أنا أجيب مقاس سندوتش همبرجر كبير وآخذ بس نوع واحد. هكذا ممكن أن نبيع، يوجد كثير من الأكل. ممكن أن نبيع بزنس. في شيء مهم قبل ما نقفل الشنطة، مناديل هنا لازم يكون دائما عندنا، ولازم يكون عندنا مناديل عادية ناشفة أيوة للأولاد على أنهم ياخذوها. خليني أسوي لكم مفاجأة، دائما الأم لازم ححط قطعتين شوكولاتة داكنة طبعا، شوية من الفواكه المجففة، شوية مثلا من هنا من الموز مع الأناناس مع البلوبيري، شوية بندق أو وهنا لوز، وهنا استنى يا حاعطيك هي يا عنبر كأنها هدية. ححط لك اليوم يا عنبر بطاقة، أول ما أنت حتروح المدرسة تفتحها حتقراها. أنا قوي، أنا ذكي، أنا أتناول الأكل الصحي. تفضل. نعم، نراكم غدا إن شاء الله.